إلى وكالة الأناضول التركية، حيث قالت بأن الآلاف من الفلسطينيين تجمعوا في شارع الرشيد غرب مدينة غزة سعيا للحصول على طحين بعد نفاده من القطاع، ما دفعهم لتناول طعام الحيوانات المكون من الشعير والذرة الجافة. وقد وصل سوء التغذية الحاد إلى 16%، وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15%. وأضافت وكالة الأناضول أن ما يهم الغزيين هو إطعام أسرهم التي عانت في الأشهر الماضية من نقص حاد في الغذاء، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى تناول طعام الحيوانات المكون من الشعير والذرة الجافة للتخفيف من جوعهم في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود إسرائيلية. وقال مواطنون فلسطينيون من قطاع غزة لوكالة الأناضول أنهم يحاولون جاهدين الحصول على كيس الطحين الذي وصل سعره في قطاع غزة إلى حوالي 700 دولار مع شح في وجوده أصلاً، مضيفين أنه عندما تصل المساعدات إلى غزة يتدخل الجيش الإسرائيلي ويفتح النار وينتج عن ذلك سقوط شهداء وجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.